بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، منصة واتشت بتقدم عرض خاص لكل مشتركيها في الباقة الأساسية لمشاهدة فيلم السرب، بطولة طبعا النجم أحمد سقا، كل ده باستخدام برومو كود 6 أكتوبر 73 6 أو سي تي 73، وده بشكل مجاني. العرض ساري لمدة يومين، ابتدى من يوم الجمعة 4 أكتوبر لحد النهاردة الحد 6 أكتوبر. منها أكيد فيلم السرب متاح حصريا على منصة واتشت بعد نجاحه الكبير في السينما. الفيلم بيتناول واحدة من بطولات القوات المسلحة المصرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، والقوات الجوية المصرية قامت بضربة قوية ردا على الهجوم الإرهابي وتنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان الفيلم بطولة نخبة كبيرة جدا من النجوم، طبعا الفنان أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، نيلي كريم، صبا مبارك، وغيرهم نجوم كتير، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، طبعا من إنتاج شركة سينرجي فيلمز. الحدوتة احنا اللي بنحكيها واحنا برضو اللي بنخلصها. انتوا مين بقى؟ أنا الأمير أبو أسعد الحمراوي، أمير المؤمنين في دارنا وخليفة المسلمين اللي جاي. أنا اللي بأمر وبنهي. هتفتح على نفسك أبواب جهنم. توكلنا على الله. أنا اللي بأمر مني أحيي وأميت. وصلنا أوامر يا فندم. العربيات تبقى خردة بالسلاح اللي عليها. أنا جاهز يا فندم. الله الله الله. على خزنتك. اللي فيكوا عايز يسلم نفسه لكلاب النار اللي بره يغور. منين من مصر يا علي؟ انا مش سيد. والله لا شرفت. الشخص هذا نصاب. الله اكبر. انتوا هنا لاسعاد وامتاع الاخوه المجاهدين. بس العالم كله يعرف ان ال20 مصري اللي ماتوا ليهم اهل مش هيشتكوا. كل ارهابي على ايده نقطه دم مصري ما يطلعش عليه صبح. تعرف ايه عقوبه الخيانه في الاسلام؟ والله عندنا في الإسلام عقوبة الخائن القتل. انتوا عندكم ايه الأخبار؟ زي ما هتروحوا كلكم زي ما ان شاء الله هترجعوا كلكم.